بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن حاجتين، الديزاين بتاع الكوربلز او الشورت كانتريفر، والديزاين بتاع الهنج بليت. وده كده بيكون اخر حاجة موجودة في المنهج عندنا بالنسبة للخرسانة التالتة انشاءات. يعني ايه هو تعريف الكوربل؟ الكوربل هو كانتريفر قصير. طب ايه هي حدوده او اعرف منين ان ده كوربل؟ الكوربل بيكون شرط فيه ان المسافة ما بين الحمل المركز اللي عليه وبين العمود اقل من دبس الايه الكاميرا ديت. يعني ايه على دي؟ لازم تكون اقل من او بيساوي واحد، زي ما هو واضح في الشكل قدام حضراتكم. لازمته ايه الكوربلز دوت؟ في الغالب بيتعمل في الفريمات علشان خاطر يشيل الكرين، يعني ممكن زي كاميرا حديد كده رايحة جاية عليه، زي وينش او حاجه معينه تبقى في الورش، ده بيتعمل عشان خاطر ايه؟ يشيلها وينقل حملها للايه؟ للفريم. فيبقى شورت كانتليفر، كانتليفر قصير كده عليه بليت حديد، البليت الحديد ده بيركب عليه كاميرات ستير بتتحرك، بتسمى كرين، عشان تنقل معدات من مكان لمكان. هو ده ايه الاستخدام بتاعه يعني، وله استخدامات تانية كتير طبعا هنعرفها دلوقتي. طيب ازاي بينهار بقى الكوربل دوت؟ في له كذا شكل للانهيار. اول حاجه ان ممكن يحدث بري الخرسانة نتيجة حركة الكرين، كاميرا الستير اللي بتتحرك على الكرب اللي رايح جاي، ممكن يحصل ان الخرسانة تتبري. طب ما انا حاطط بليت معدن يا باشمهندس، ما هو ممكن لو البليت ده سمكه صغير مش كافي بيحصل بري للخرسانة، اما عشان كده لازم نحط بليت بسمك محترم. تمام. ممكن يحصل الانهيار بالشكل اللي قدام منه كدوت نتيجة ان طول الرباط مش كافي، فده كده بيخلي الخرسانه تكسر زي ما هو قدام حضراتكم. فده علاجه ان انا بعمل ايه؟ مسافه كويسه ما بين الـ دوران السيخ وبدايه الايه؟ البليت بتاعتي. ده كله بس عشان تفهم يعني. انا بزود طول السيخ ده شويه، فده بيمنع الانهيار اللي قدام منك ده. في الفليكشرال فيريال اللي هو الانهيار بتاع المومنت، يعني لو الحديد اللي انا حاطه مش قادر يستحمل المومنت اللي على الكوربل. اخر حاجه الشير فليكشر، ده لو قطاع خرساني مش قادر يستحمل قوه الشير واتكسر. ده دول النوعين الفيلر اللي احنا عارفينهم في ايه، في اي كاميرا او عمود. هي دي اشكال الايه، اشكال الفيلر اللي بتكون موجوده في الايه، في الكوربل. هنا بيقول لك ان في حاله وضع بليت لمنع حدوث باري على الكوربل لازم ان تكون ابعاده كافيه، يعني لازم ان يكون الاستريس اقل من استريس الخرسانه. ما هو في الاخر البليت ده هينقل الحمل ده لمين؟ للخرسانه. فلازم ان يكون الاستريس اللي هو بيساوي كيو، كيو ديت اللي هي ايه؟ الرياكشن بتاع الكرين او الحمل الراسي اللي بيكون موجود على الكوربل على البي في الاكس. البي في الاكس دي ابعاد البليت، لازم ان يكون اقل من الرقم ده اللي هو استريس الخرسانه 67 اف شوال 5 سي. دي تشيكه كده انت بتشيكها عشان تشوف ان الابعاد دي كافيه ولا مش كافيه. لازم يكون الاجهاد المتولد على البليت اقل من الاجهاد اللي تنهار عند الخرسانه، لان البليت بينقل الاجهاد ده لايه؟ للخرسانه بتاعتي. طيب نتنقل بقى للديزاين بتاع الكوربل. ازاي بقى هديزاين الكوربل ده يا باشمهندس؟ طريقته بسيطه خالص. اول حاجه بتحسب المومنت اللي موجود على الكوربل دوت. بحسبه ازاي؟ بيساوي كيو التيميت في الاي اللي هي الرد الفعل بتاع الكرين مضروب في المسافة لحد العمود بتاع الفريم. ده كده عامل مومنت بالمنظر ده، مومنت نيجاتيف، زائد الان التيميت. الان التيميت دي اللي هي الايه؟ القوة الأفقية الناتجة عن الكرين. الكرين لما بيتحرك رايح جاي ما بيعملش قوة رأسية وبس، لا بيعمل قوة أفقية كمان، ولو مش موجود فرض 20% من القوة الرأسية زي ما هو موجود قدام منك كده. بتنضرب في حاجة اسمها دلتا زائد تي ناقص الدي، لان الكرين بيكون راكب فوق البليت، فلما بيعمل قوه افقيه بتبقى في سنتر الكرين، فبتبقى بعيده شويه عن الايه؟ عن الكرب بمسافه اسمها دلتا، المفروض تكون معطاه يعني. فانت من خلال الكلام ده كله تجمع المومنتين على بعض، المومنت اللي جاي من الكيو والمومنت اللي جاي من الايه؟ من القوه الافقيه ديت، بيديك المومنت الكلي اللي ايه؟ اللي موجود على الكرب، اللي بيبقى مومنت نيجاتيف يعني الشد فوق والضغط تحت. طيب عايزين نحسب بقى الاريا بتاعت الستيل اللي هنحطها. يبقى كده ديزاين الكوربل بتاعنا. بتحسب 3 اريا ستيل. اول حاجه الاريا اف. الاريا اف دي
هي الاريا الاريا الستيل اللي تقاوم المومنت ده. يعني انت بتصمم على المومنت ده عادي بتطلع حاجه اسمها اريا اف، اي اف دي اريا الستيل اللي ايه اللي طالعه من الديزاين بتاع الكوربل على المومنت ده. في حاجه اسمها اي اس اف، ودي بتساوي ايه؟ بتساوي القوانين اللي قدام منك دي، بتساوي كيو الترنت على الميو في الاف يلد على جاما اس. ايه هي الميو؟ الميو دوت معامل احتكاك زائد ان التيمت على الاف يلد في الجاما اس. الاريا ستيل اف دي غالبا بتبقى علشان خاطر موضوع البري وموضوع الاحتكاك والكلام ده. فدي تاني اريا ستيل انت بتحسبها. الاريا ستيل التالتة اللي هي بتساوي اي ان، اللي هي بتساوي القوة النورمال بتاعتك على الاف يلد على جاما اس اللي هو جهد الحديد. كده انت معاك تلاتة اريا ستيل، الاريا اف اللي هي جاية من الديزاين بتاع الفليكشر اللي على المومنت دوت، الاي اس اف اللي انت بتقعد فيها في القانون دوت، الاريا ان اللي هي ايه الان التيمت بتاعتك على الاف يلد على جاما اس. طيب اجيب بقى اختار انا فيما مش مهندس، بيقول لك ان الاريا ستيل بتاعتك بتساوي ماكسيمم من الثلاثه دول، اريا اف زائد اريا ان اللي هي الاريا اللي جايه من الفليكشر اللي انت مصمم عليها على المومنت زائد الاريا ان اللي هي ديت، او اريا ان دي غلط انا اسف دي المفروض انها اريا ان، اريا ان زائد تلتين اي اس اف برضو بتعوض اريا ان اللي هي ديت زائد تلتين الحديد دوت، او القانون ده اللي هو 3 من 100 اف اس يو على الاف يلد في البي في الدي بتوع الكنتريفر. الماكسيمم اللي هيطلع لك من الكلام ده كله هو ده الحديد اللي انت هتحطه في الكوربل. ماشي، بكرر المره الثانيه دي كده اريا ان مش اريا اف، دي غلطه. الاريا ستيل بتاعتك هي اللي هتتحط في الايه في الكوربل شوكه بالمنظر اللي انت شايفه دوت وهترسم في القطاع. طبعا الكانتيليفر بيحط فيه كانات رئيسيه بتتصمم على الشير عادي، يعني انت بتصمم الشير دوت بتشوف الشير هنا كام ماكسيمم شير وتصمم عليه كانات رئيسيه عادي. الجديد بقى هنا ان في كانات افقيه بتتوزع على تلتين القطاع، يعني في التلتين في تلتين القطاع كده او في تلتين ارتفاع الكوربل بنحط كانات افقيه بنسميها اي اتش اريا هوريزونتال. بتساوي ايه بقى الكانات الافقيه دي؟ بتساوي نص في الاريا ستيل ناقص الاريا ان، الاريا ستيل اللي انت حطيتها كلها ناقص الاي ان. كده انت تجيب الايه؟ الاي اتش بتاعتك. ودي كانات افقيه موزعه على تلتين القطاع وبتعرف عدد فروع الكانه من ايه؟ من عرض الكابولي بتاعك، مثلا عرض الكابولي بتاعي 400 او عرض الكوربل بتاعي 400 زي عرض الفريم. يبقى كده انا عندي اربع فروع للكنات. خلاص انا عرفت كان انا عندي اربع فروع للايه؟ للكنات. وعرفت الاتش قد ايه؟ يبقى هقدر احسب انا عايز كام كانه؟ ما انا عرفت الكانه الواحده فيها كام فرع؟ فاي كام؟ فاي 8 مثلا، يبقى انا عندي اربع فروع فاي 8 يبقى 4 في 50.3. يبقى كده عرفت الكانه الواحده هتديني مساحه قد ايه؟ اقسم بقى الاريا هوريزونتال دي على المساحه ديت، شوف هيقول لك انت محتاج كام كانه توصلهم في تلتين القطاع. موضوع بسيط خالص يعني. كده الديزاين بتاع الكوربل خلص. ديزاين سهل جدا، مفيش فيه حاجه، مجرد بس ان انت بتحسب المومنت بالطريقه اللي فوق، بتعوض في القانون بتاع الاي اس اف، بتعوض في القانون بتاع الاي ان، تختار زي ما قلنا كده، تختار الاريا ستيل وبتجيب الاريا هوريزونتال، ويبقى انت كده ديزاينت الكوربل بتاعك. اريا ستيل رئيسية، كانت رئيسية، كانت افقية. وكده زي الفل. زي ما قلنا قبل كده الميو لو ستيل مع خرسانة الميو بنص، لو كده الميو بتمانية من عشرة، لو اكبر من 8 ملي. المهم ان هو ايه هيكون مديك الميو في الامتحان يعني، او ممكن الدكتور يثبتها لكم عشان تجيب الايه ال A S F. كده انت خلاص ايه؟ خلصت الديزاين بتاع الكوربل. عرفت الحديد الرئيسي، عرفت الكائنات الرئيسية، عرفت الكائنات الأفقية. في بقى حبة تطبيقات على الكوربل عشان تفهم الكوربل ده أصلا بيتعمل ليه. في كاميرات بتبقى بريستريست. كاميرات البريستريست دي بتركب على أعمدة. او ممكن كاميرا على كاميرا، يعني في كاميرا بتبقى زي حاجه اسمها ليجيت بيم، يعني كاميرا حرف ال بالمنظر ده بيركب عليها كاميرا تانية، فدي كده بتصمم برضو زي تصميم الكوربل اللي هي الرجل الصغيره دي.
وده بيكون في الكباري. في حاجة اسمها expansion joint. expansion joint ده فاصل تمدد بيتعمل لما المبنى يكون أطول من 40 متر عشان خاطر نتجنب تأثير الحرارة. فممكن تعمل الفاصل بالمنظر ده يبقى كعمارتين وعمودين وتعمل فاصل كامل، أو ممكن متحتاجش تعمل الكلام دوت وتعمله بشكل من الاتنين دول، يا تعمل حاجة في العمود بالشكل ده كده وترمي عليها البلاطة وده يبقى فاصل ودي حاجة مش محببة، أو إنك تخرج من العمود كوربل ترمي عليه الإيه الكمرة بالبلاطة وده كده تطبيق على الإيه الكوربل. حاجة تانية برضو، لو أنا عندي منشأ طويل معماري بالمنظر ده كده ومش هينفع إن أنا أفصل فيه، مش هينفع أعمل عمودين مع بعض أو عمودين جنب بعض هيبقى شكل معماري وحش، فبتعمل إيه؟ بتفصل بالمنظر ده كده، طبعا دي كلها بتتغطى وبتتشطب ويبقى ده تطبيق على الإيه؟ على الكورب، لأن جزء من القرش شايل الجزء الإيه؟ التاني عشان المتطلبات المعمارية. كده الكورب خلص. في شوية كلام كده بقى المفروض انتوا تبقوا عارفينه، يعني لو انت عندك فريم ثري هنجد فريم، الهنج دي بتصمم ازاي او بيكون شكلها عامل ازاي؟ بيبقى شكلها بالمنظر ده كده، الحديد بيقف وبيكون واصل ما بين الجزئين تخانة بتساوي تقريبا تلت تخانة الكاميرا، والحديد بيوصل مع بعض بالمقص بالشكل ده كده، ده بيكون شكل التسليح في الثري هنجد فريم ده في حالة ان الجزئين شايلين بعض، يعني ما فيش جزء رامي حمله على التاني. كلكم عارفين طبعا ان الثري هنجد فريم الاتنين متشالين على بعض، فلما يكون الجزئين متشالين على بعض بيبقى ايه شكل التفصيله زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو خدنا قطاع هيبقى القطاع بالمنظر ده كده، بتحط كنات مع التقاطع دوت بتمشي تدريجي غير الكنات اصلا اللي ماشيه في الايه في الكاميرا يعني، فبيظهر عندك كنه كبيره في الكاميرا وكان صغيرة عشان الحديد الايه اللي ماشي مقصد دوت بالمنظر اللي قدام منك ده. طيب لو انا عندي بقى جزء من المنشأ شايل التاني، ده بيبقى تطبيق بقى على الايه على الكوربل، بيبقى تطبيق على الكوربل، انا بخرج كوربل وبشيل عليه الجزء دوت. الجزء المتشال ده له طريقة كده في الديزاين انت مش مطالب بيها دلوقتي، بس ده شكل التسليح بتاعه، بتحط فيه كانات مايلة وكانات رأسية ومش مهم القوانين دي خالص، مالكش ما تشغلش بالك بيها. احيانا بيكون الفريم ده زي الفريم اللي موجود في الشيت، بيبقى فريم كبير جنبه زي كاميرا وعمود صغيرين كده، فدي بتبقى ايه تفصيله ما بتنقلش دوران، تفصيله هنش. التفصيله دي بتنفذ ازاي؟ يا اما بتعملها كانها كاميرا راميه على عمود عادي جدا بتسليح عادي، يعني اللي هو مفيش فيه تفصيلة بقى فريمات والكلام ده كله، الحديد بيقف عند اخر الكاميرا زي اي كاميرا وعمود عاديين، او بتعمل من العمود كوربل وبتشيل عليه الكاميرا بتاعتك وتبقى دي برضو هنش صريحة، يعني دي بيكون فيها بارشلي فيكسيشن عشان احنا ما احناش سامحين بنقل المومنت من الحديد والكلام ده كله، انما ديت هنج صريحة خلاص الكاميرا ديت من حقها انها تدور مفيش فيكسيشن خالص، انما هنا في بارشل فيكسيشن اللي هو بتاع ده بيقول ايه ده بيقول لي سكواد 24. ده هنتكلم بقى عن الهنج سبورت. الهنج سبورت هيكون بيكون بالمنظر دوت، عباره عن ان العمود انا بوصلوش للقعده ومبوصلش حديده للقعده، بالعكس انا بنقل الاجهاد الرأسي عن طريق بليت والبليت ده بينقله للقعده، وبربط ما بين العمود والقعده باسياخ رأسيه، الأسياخ الرأسية ديت هي اللي بتنقل القوة الأفقية للقعدة. بيتصمم الحديد الرأسي على الشير فليكشن يعني اللي هو بينقل القوة الأفقية. البليد بيتصمم على البيرنج ستريس، يعني البليد ده بيتصمم ان هو يشيل القوة الرأسية ويكون كافي عشان ينقل الستريس ده للخرسانة. الهنج دي بتستخدم في الفريمات بس، لكن في المنشآت العادية ما بتستخدمش وهنشرحها بالتفصيل دلوقتي. زي ما قلنا الهنجد بليت بيكون شكل العمود بالمنظر ده كده والقاعده بالمنظر اللي قدام منكم دوت، الهنج دي عليها قوه هوريزونتال وقوه فيرتيكال. دلوقتي انا عايز اصمم القاعده دي تبقى عامله ازاي. اول حاجه لازما
تحسب ابعاد البليد دوت. احسبه ازاي؟ بتقسم القوه الرئيسيه اللي هي النورمال اللي عندك على البي في الاكس. البي دي عرض العمود لان البليد بيكون واخد عرض العمود كله، في الاكس اللي هي المسافه دي، دي مسافه الاكس. كده انا بجيب ستريس، بقسم القوه الرئيسيه على الان في على البي في الاكس، يبقى انا كده جبت الاستريس بتاعي. لازم اشيك ان الاستريس ده اقل من او بيساوي 67% في اف سي ولا سي، يبقى كده اقدر اجيب الاكس. في الغالب الاكس بتكون من تلت لنص التي بتاعت العمود. ده يعني ايه؟ يعني ديت على طول يعني دايما بتطلع في الايه؟ في الرينج ده. طب ده بالنسبه للقوه الرئيسيه. انا كده نقلت القوه الرئيسيه بتاعتي للايه؟ القاعده عن طريق ال البليت. طيب في قوه افقيه لازم انقلها برضو والا هيحصل فيلير. طب انقلها ازاي؟ بتتنقل عن طريق دولز او اشاير، حديد واصل من العمود للقاعده زي ما هو واضح قدام النقود الحديد ده. طيب بيتحسب ازاي الحديد ده؟ بيتحسب انك بتقسم القوه هوريزونتال على الميو في الاف ييلد على جاما اس. الميو بتساوي كام؟ الميو بتساوي 8/10، ودي معامل احتكاك. معامل احتكاك معاك ال اتش اللي هي القوة الأفقية، معاك ال اف يلد على رقم اس، معاك الميو، تقدر تجيب الايه؟ الاريا ستيل اللي هي مساحة الدولز. بيقول لك ان الحديد الرئيسي ده ما بيقلش عن سيخين، والقطر ما بيقلش عن 16 مللي. الاحمال اللي انت تستخدمها سواء افقية او رأسية بقى احمال التيميت، ما تبقاش وركينج. ما ينفعش تدخل حديد العمود نفسه داخل القاعدة، انت حديد العمود نفسه بيموت مع اخر العمود بتاع الفريم، واللي بيخش جوه القاعده هو الدولز اللي معموله مخصوص لواسطه الهنج، وبتكون معمول حسابها جوه البليت، يعني متخرم لها جوه البليت الحديد الدولز ديت، وبتخش مسافه 60 فاي داخل القاعده عشان تنقل الايه؟ القوه الافقيه زي ما احنا عارفين. طيب اخر حاجه بقى، في حاجه اسمها سبليتنج فورس. سبليتنج فورس يعني ايه يا باشمهندس؟ اقول لك يعني ايه. لما بتكون انت ممشي ميه في ايه؟ في ماسوره كبيره شويه، وفجاه الماسوره دي تضيق مره واحده، ايه اللي بيحصل؟ الميه بتبقى عايزه تخرج بره الماسوره، بتبقى عايزه تكسر الماسوره، تفرتكها. ده اللي بيحصل لما بيكون في قوه منقوله نتيجه قطاع خرساني معين، وفجاه معينه فجاه تتنقل عن طريق بليت صغير خالص. يعني معنى كده ان القطاع او المساحه اللي بتتنقل عن طريقها القوه صغرت مره واحده. فكده بيحصل حاجه اسمها سبليتنج فورس، ان القوه الرئيسيه دي بتبقى عايزه تضرب من الجناب كده، اللي هي الاف اس بي دي، نتيجه صغر القطاع اللي بيتنقل منه الحمل الرئيسي. بتساوي ايه الاف اس بي دي؟ بتساوي الان الالتيميت على 4. ده لان الخرسانه الميو بتاعتها بتساوي الربع. يعني ايه؟ يعني الخرسانه لما بيحصل فيها ديفورميشن في الرأسي ملي، بيحصل في في الاتجاه الثاني ربع ملي، زي ما انتوا عارفين ده في الماتيريال. الميو بتاعت الخرسانه او اللي هي المعامل بتاع الديفليكشن في الاتجاه ده، الديفليكشن في الاتجاه ده بيساوي ربع في الخرسانه. فده بيؤدي ان القوه الافقيه اللي بتنتج عن طريق السبريتنج فورس بتبقى ربع القوه الرأسيه دي، لان الاسترين اللي بيحصل في الاتجاه الافقي بيبقى ربع الاسترين اللي بيحصل في الاتجاه الرأسي. او بيقول لك تتولد السبريتنج فورس نتيجه انخفاض القطاع التي تنتقل فيه القوه بشكل مفاجئ، وبيكون تقريبا ربع الحمل الرأسي، ويتم وضع كائنات لمقاومه هذه القوه الافقيه. بيبقى عندي قوه افقيه، يبقى لازم اكثف كائنات في الحته دي عشان خاطر اقدر اقاوم الايه؟ القوه دي. طب اكثف كائنات في قد ايه؟ في ارتفاع اتش. الاتش ده بيساوي قد ايه يا باشمهندس؟ بيساوي متر او بيساوي تي، ايهما اكبر؟ اسفل العمود، اخر حته في العمود خالص قبل القعده. بنحسب مساحه الكائنات دي يا باشمهندس ازاي؟ بيبقى ايه؟ الاي اس تي ار بتساوي الاف سبليتنج على الاف ييلد ستيرفس على جاما اس. بمنتهى البساطه بتطلع الاريا اللي انت محتاجها. الاريا دي بتساوي ايه؟ بتساوي عدد الكائنات في عدد الفروع في مساحه الفرع الواحد. عدد الكائنات المفروض تحطها في مسافه اتش في عدد الفروع بتاعتك، لو انت عندك اربع فروع مثلا، في ايه؟ في مساحه الفرع الواحد، دي المساحه الكليه للكنات. طبعا الان انت بتعرفه من عرض العمود، مساحه الفرع الواحد دوت انت بتفرض مثلا قطر 8 فبتجيب المساحه دي، بيبقى لك ان انت تعرف الايه؟ النمبر اوف ستيربس. النمبر اوف ستيربس دوت ايه؟ انت بتجيبه خلاص، بتعرف السبيسنج من انك تقسم الايه؟
الارتفاع بتاع التكثيف على النمبر اوف ستيربس بتجيب الايه السبيسنج. باقي العمود او باقي كائنات العمود بتتعمل مينيموم اللي هي 5 8 او 6 8. كده نكون شرحنا الكوربل والبيز هنج او الهنج البيز بليت يعني بتاع الهنج. اتمنى اكون عرفت اوضح لكم الدنيا. هو الموضوع بسيط خالص ومفيش فيه اي حاجه. بالتوفيق ان شاء الله في الامتحان. من هنا لحد الامتحان اي حد محتاج اي حاجه، اي حد محتاج اي سؤال ما يترددش ان هو يسال فورا. وبالتوفيق، شكرا.